السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يوصلكم وانتم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا في العنوان او لا كتشوفوا في الشاشه، الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره على مشتريات التنظيم رخيصه صراحه، يعني اثمنه مناسبه. كما كتشوفوا كلشي يعني خديته من وول مارت، اثمنه مناسبه. وشي هاد المشتريات البنات يعني كينفعوا خصوصا الاخوات اللي بحال يعني عندهم مطابخ صغار، عندهم كوزينات صغار، كيخليوك يعني تستغلي اكبر 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 مساحه في المطبخ ديالك. كنستغلوها بهاد المشتريات او لهاد المنظمات هادو اللي قدامنا. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله نحلوا هاد الميكات. كما كتشوفوا انا مازال هازه. غادي نشاركوا معكم اليوم ان شاء الله، غادي يكونوا مشتريات وغادي نحاول ان شاء الله ننزل لكم فيديو على عما قريب. هاد المشتريات او لهاد المنظمات كيفاش غادي نقدر ننظم بهم المطبخ ديالي، وكيفاش غادي تشوفوا يعني غادي ننظموا المطبخ بواحد الطريقه زوينه بزاف. كيف ما قلت لكم غادي نقدروا نستغلوا اكبر مساحه في المطبخ ديالنا ولا في الكوزينه ديالنا. غادي نبداو على بركه الله بهاد المنتجات او لهاد المشتريات. وبطبيعه الحال البنات الى عجبكم الفيديو ديال اليوم نعطيو عدد كبير من اللايكات، والاخوات الجدادات كنقول لكم فعلوا الجرس اللي حدا الخانه الحمراء، فعلوا الجرس ديالها باش ان شاء الله يوصلكم اي فيديو ديالي. بالنسبه للاخوات اللي غادي يشوفوا الفيديو غادي مرور الكرام، كنقول لكم حبسوا هنا، هودوا لتحت، ضغطوا على الزر الاحمر باش ان شاء الله تكونوا من العائله ديالي. ومرحبا بكم بطبيعه الحال في الفيديو ديال اليوم. لا اول حاجه غادي هادشي نحاولوا نحلوا حاجه بحاجه البنات. نبداو بهاد الكرتونه هي الاولى، شوفوا اشنو فيها. كما كتشوفوا البنات خديت اللون الاحمر مضروب على الاحمر. بطبيعة الحال اللون المفضل ديالي خديت الاحمر، خديت يعني هادشي كاع اللي شريت اليوم شريت في الاحمر والابيض. هنا غادي نحاول كل حاجه نقول لكم الثمن ديالها. طبعا الحال الا عقلت على جميع الاثمنه اكيد غادي نعقل على كل شيء، انا هادشي يلاه تقدمت اليوم. كما كتشوفوا البنات خديت هذا السيري هذا اللي كيجي بحال هكا على اربعه. هادو كانت يعني اول مشتريات ديالي. كيجيو على هاد الشكل البنات، كل حاجه كل وحده يعني عندها المعلقه ديالها على هاد الشكل بحال هكا، وكتجي معلقه على هكا. واللي زوين في هادشي هو ان هاد الغلاقه هادي فيها الجاج يعني كتبين. جاو هكا يعني احجام مختلفه. سمير هكا مامي دي هاد الكوزينه. شكرا. كانت هذه هي اول مره شاركتها معكم. وخديت هاد المنظمه هذه كما كتشوفوا البنات، اللي عجبني فيها هو هاد الرسولات اللي فيها هنا. انا عندي وحده ولكن انت غادي نحيدها دابا. هاد الرسول هذه كتشد لينا داك الرولو ديال الورق المطبخ يعني ما كيبقاش يتحرك. هذه عجبتني بزاف البنات كما كتشوفوا. الثمن ديالها هذه خديتها شي شويه مرتفع، خديتها تقريبا 18 دولار ولكن زوينه. وبالنسبه لهادو خديتهم تقريبا لا ما عقلت على الثمن ديالهم، قلت ما غيكونوش فايتين 20 دولار. وخديت البنات هاد هذا المنظم هذا ما كلشي باقي يعني مع بعضياتو كما كتشوفوا البنات باقي ماشي هنا. يلا كنفرش البلاستيكه معاكم. هادو عندي منهم ولكن عندي صغار، انا زدت هاد الكبار. هادو كما كتشوفوا البنات كيجيو على هاد الشكل هكا،
ولي زوين فيهم هو يعني كيكبروا يعني كيكبروا كتجريهم كيكبروا على حسب البلاكار اللي عندك. كان عندك البلاكار صغير يعني كتخدمي بهذا الحجم هذا، كان عندك البلاكار كبير يعني كتجريه. هذه زوينه بزاف هذه المنظمه البنات هكا يعني كيف ما قلت لكم. هاد المشتريات ديال اليوم كيخليونا يعني نستغلوا اكبر 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 جزء من البلاكارات ديالنا. مثلا هنا يعني نحطوا لتحت هادو كبار، نحطوا لتحت ونحطوا الفوق. مثلا الكيسان نستف لتحت كما موضح في الفيديو او لا تباصل ونستف الفوق. هادو عجبوني بزاف هاد المنظمات هادو، وعجبوني هادو عجبوني حتى هما بزاف بزاف بزاف. هادي كتجي باك على هاد الشكل بحال هكا، يعني كتجي فيها 6 ديال البياسات كما كتشوفوا البنات. كما قلت لكم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو اخر كيفاش غادي ننظم ليهم. كيف ما كتشوفوا البنات كيجيو 6 البياسات كما كتشوفوا كيجيو هنا يعني كتلصق الفوق، عرفتوا واش واضح ولا لا؟ وكيلصق ثاني هنا الفوق كما كتشوفوا، يعني حتى داك لاسباس اللي كيبقى يعني الفوق في بين العلو يعني ديال البلاكار حتى هو كنستغلوه بهاد المنظمات هادو. نحاول نوريكم شي وحده منهم كيفاش كتجيب. كما كتشوفوا كتجي بحال هكا، يعني كتلصق في داك البلاكار وبطبيعه الحال البلاكار كيتسد عليها. هادو عجبوني بزاف بزاف بزاف، باك يعني فيه 6 كيقد جهه ديال البلاكار كما كتشوفوا. بالنسبه للاخوات اللي عندهم بلاكارات صغار يعني واحد حدا واحد غادي تقسم، يعني نص غيدار هنا ونص غادي يدار هنا. زوين زوين بزاف هاد المنظمه هادي، حتى هي عجبتني لا هي لا هادي. غادي ندوزو ان شاء الله للمنظمه الاخرى. هادو البنات ديال تحت البوطاجي، ولكن انا ما غاديش نستعملهم هادشي اللي هما دايرين، يعني بحال هكا يعني البرودويات ديال الغسيل وهذا. نقدر نستعمل وحده وحده اخرى، غادي نستعمل لحاجه اخرى ان شاء الله في الفيديو الاخر. غادي نوريكم هاد المنتوجات هادو اولا هاد المشتريات اللي خديت، يعني غادي نخدمهم بزاف الحوايج من غير هادشي اللي قدامي. كما كتشوفوا البنات خديت منهم جوج هاد المنظمات هادو. ماما نعم مامي، واه خديت البنات هاد المنظمات هما، خديت منهم جوج هادو المعتادين كما كتشوفوا ديال الطباصل بحال هكا، يعني كيفرقوا الطباصل في البلاكار. خديتهم انا جنبانيات يعني ديال القنت كما كتشوفوا، خديت جوج ديال القنت ونقدر نستغل يعني الوسط ديالهم كما كتشوفوا البنات. يعني كتعود يعني كيقسم لي البلاكار على ثلاثه ديال الطبقات، يعني كتعود الطبقه الاولى هذه، الطبقه الثانيه هذه، الطبقه الثالثه هذه. هكا يعني ملي كيكون عندنا شي سيرفيس ديال الطباصل الصغير والكبير ديالو، باش ما نحطوش يعني واحد فوق واحد ونبقى يعني ملي نبغي نجبد ديك قراب 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 وهكايا وخاصك تهزي وتجري. هنا يعني كينظموا كما كتشوفوا يعني في الصوره اللي هما دايرين. انا بطبيعه الحال ما غاديش نظم فيها هاد الفوطاجي هادشي، هما دايرينها يعني فوق البوطاجي. انا لا غادي نستخدمها بطبيعه الحال البلاكار ديالي هو البلاكار ديال المطبخ. شوفوا هنا كاينه هاد المنظمه هادي البنات اللي كدور زوينه هادي، كنت قلبت عليها شحال يلاه يلاه القتال. بالنسبه للثلاجه بالنسبه للبلاكار كما كتشوفوا البنات في التصويره هادي. بالنسبه للاثمنه ما بقيت قلت لكم حتى حاجه. بالنسبه لهادي اللي فيها 6 ديال هادي اللي فيها 6 ديال المنظمات، هادي اللي فيها 6 هادي خديتها تقريبا كامله ب 14 دولار وشي حاجه تقريبا 15 دولار. وبالنسبه لهاد المنظمه هادي بوحدها يمكن 10 دولارات، هادي اللي كتكبر يمكن 10 ولا ما عرفتش، المهم بين 9 و 10 دولارات. وهادو الوحده خديتها ب 8 دولارات كما كتشوفوا البنات. الماتيريال ديالهم زوين بزاف،
هادو الجندانيات والله ما عقلت. المهم فما الاثمنه بحال هكا كتراوح بين 7 8 9 حتى 10 ديال الدولارات في هادشي، يعني الاثمنه كتراوح بين هادشي. وهادي والله ما عقلت واش 7 دولارات ونص ولا 8 دولارات. المهم حتى هي بحال هكا كما كتشوفوا البنات كتجيو يعني كتنظم. مازال عاد غادي نحلها باش نمطيها نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها. ما عرفتش كيفاش كتخدم، خليني نبقى نقلب. صافي كتخشى هادي هنا، يعني الطريقة ديالها ساهلة. ملي شفتها الطريقة ديالها ساهلة، هادي كتخشى هنا البنات، وهادي على هاد الشكل بحال هكا، وصافي كطرطق هنا على هاد الشكل بحال هكا. واخيرا البنات صيبتها حارتي ما بغاش تخسر تدا ليا هي. كان خاصني نصيب ليها هاد التحتانيه هادي الاولى، نخشيو لها هاد التحتانيه هي الاولى عاد نخشي الفوق. انا خشيت الفوق وما بغاش تخشى ليا لتحت. كما كتشوفوا البنات كيجي الشكل ديالها بحال هكا وكدور يعني بحال هكا، يعني ما كتحتاجيش تبقاي تخشي في ايديك وتجري كل حاجه، يعني تخدم بالثلاجه تخدم بالبلاكار. عجبتني هادي زوينه بزاف، تقدي حتى تبغي تمونطي بها الحلوه ولا شي حاجه دور بحال هكا. المهم كيف ما قلت لكم انا المشتريات ديالي اولا هادشي اللي عندي في داري ما كنخدموش يعني في داكشي، هما اللي كيكونوا عاطيني يعني كل حاجه. نقدر ندير ليها بزاف ديال الاستعمالات. صافي اوريو ماشي اوريو هنايا هذا البلاي. دابا غادي ندوزو البنات واحد المنظمات اللي عندي منهم وزدت منهم. هادو ديال غتكونوا يعني شفتوا في المطبخ، جوله في المطبخ ديالي يعني كيفاش منظمه البيت البلاكار ديال الخزين. وبزاف ديال البنات اللي كنلقاهم يعني مسوليني في التعليق كيفاش كنظم هذا البلاكار ديال الخزين ديالي اولا ديال السله. رجعوا شوفوا الجوله في المطبخ ديالي وغادي تلقاو كل حاجه يعني فين كنظمها. عندي من هادو بزاف بزاف بزاف، وهذه زدت هادي عجبني هاد اللون ديالها، وانا نزيد زدت غير وحده. هادي زدتها كما كتشوفوا الكونفليكس. وخديت ثاني واحد الوحدين اخرين البنات غادي نوريهم لكم شكلهم. عجبني بزاف 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 بزاف، وفيهم اشكال وفيهم احجام. وكيف ما قلت لكم يعني خساره المطبخ عندي على قد الحال يعني صغير، لما كان يعني تبرك ناخذ منهم سالي كبير. كما كتشوفوا البنات كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني كيليقوا بزاف الماتير ديالهم، يعني كيليقوا بزاف الحوايج بحال هكا البسكوي. نديروا فيهم يعني السقاطه ديال الفطور، نديروا فيهم مثلا رمضان وسلوا على الابواب، يعني نديروا فيهم هذا شباكيه وسلو، نديروا فيهم بزاف الحوايج. وانا صراحه كنخديت جوج غادي نخدمهم دابا بطبيعه الحال، ولكن في رمضان ان شاء الله غادي نخليهم ندير وحده فيها شباكيه وحده فيها سلو، نخليهم حدايا يعني في المطبخ. كما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي حلو، كيجيو على هذا الشكل بحال هكا. واللي زوين فيهم هو الحلاله كما كتشوفوا، سهله رق طق سهله وكتزير يعني الحاجه اللي درتيها فيها عارفين بلي راه غتبقى سخونه، غتبقى يعني بجهده كما كتشوفوا البنات. هادو عرفتوا فيهم احجام. هذه راه الكبيره ديالها خديتها تقريبا 10 شي حاجه، يعني تقريبا 11 دولار. وفيهم صغار مربعين، فيهم اللي بحال هكا اوفال، فيهم يعني فيهم بزاف 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 ديال الاشكال. هادو زوينين 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 بزاف، هادو عجبوني بزاف البنات. شوف اشنو باقي
صافي البنات، هادو هما المشتريات ديالي، هادشي اللي خديت هاد الساعه. ان شاء الله كما قلت لكم في فيديو اخر غادي نحاول نشارك معكم يعني كيفاش سامي هو كيشارك معكم وكيوريكم. ان شاء الله غادي نحاول نوريكم يعني كيفاش غادي نستخدم هاد المنظمات اللي خديت، وكيفاش غادي يغيروا لي في المطبخ ديالي، وكيفاش غادي نقدر، اهم من حاجه، اهم حاجه هي كيفاش غادي نقدر نستغل يعني كل جزء في المطبخ ديالي وكل جزء في البلاكار ديالي، يعني كيفاش غادي نقدر نستغلهم هاد المنتوجات هادو. الفيديو ديال اليوم انتهى، كنتمنى الفيديو ديال اليوم باش ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما قلت لكم في البدايه الا عجبكم الفيديو ديال اليوم نوصلوا لعدد كبير من اللايكات ياك مامي ياك، ونقولوا سلامة سلامة كنودعكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.